فالليسونسيال هو التأهل. الحمد لله ما كناش اليوم دخلنا في المقابلة جيدين، فكما شتي كنا جاتنا ججنا مجرى اللاعب، سجلنا الهدف الأول كنا بغينا نحتفظوا عليه. الساعة جا خطأ مجرى اللاعب اللي كان اعتذر لجمهور فريق رجاء البيضاوي فدخل في الكرة. فالليسونسيال هو تأهل دور المجموعات، فنتمنى من الله سبحانه وتعالى. خصنا الخدمة، العمل كثير اللي كيتسنانا باش تفرحوا الجمهور إن شاء الله.